اكثر سؤال كان عم يخطر على بالي هو شو كنت ناوي تعملي لو انا ما عرفت، لو ما سمعت حديثك مع رؤى؟ شو كنت ناوي تعملي؟ كنت هربتي معه؟ او طلبت الطلاق مثلا؟ او ما كان عندك مانع انه الوضع يستمر مثل ما هو، تتحمليني شهرين زمان وبعدين بس ارجع بتكفي حياتك الطبيعيه؟ عم بسالك جاوبيني، شو كنت ناوي تعملي؟ ما كان في شي محدد، كنت عارفة حالي انه عم بغلط وعارفة انه لازم احط حد لهالغلط، بس ما كنت عم بعرف كيف. دايما كنت اقول لحالي بكرة عصام بيرجع، وبلاقي حالي عم بنسحب شوي شوي. انا رجعت بس انت ما انسحبتي، ليه؟ ما بعرف. طيب رح اعطيكي فرصة لبكرة الصبح حتى تعرفي. إذا عرفتي بتمنى يكون عندك الجرأة حتى تصرحيني، وإذا ضليتك ما عم تعرفي بتمنى تتركي البيت وتنبشي على الجو بمطرح تاني، مطرح ما بدك.